هو حتة الخلافات دي ما كانتش جامدة قوي، ما شاء الله. لأن احنا كان علاقتنا دايما مبنية على الصراحة بشكل عام. جميل. يعني بلاحظ مثلا في بعض الأزواج قبل ما بيتجوزوا مثلا في الارتباط اللي هو الخطوبة، كل واحد بيحاول يظهر أجمل ما عنده وبيداري مثلا بيحصل اصطدام بعد الجواز بقى. ده اللي أنا بتكلم فيه. ديت ما حصلتش معانا. برافو. حتة اللي بقى انا صريح معاكي، انت انا هعيش معاكي وانت هتعيشي معايا، يعني قلت لها عيوبك قبل الجواز كلها وهي قالت لك عيوبها قبل كلها. برافو. فالفكره بقى ايه، انت تفهمتي العيوب فبناء عليه تبداي تتعايشي مع هذه العيوب، مش تحاولي تعدليها، لان مفيش حد هيعدل حاجه واحد اوريدي. والله برافو عليكم في يعني عاقلين ما شاء الله عليكم ما شاء الله. عجبني دي 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 يعني دي فص، بس هو انتوا عاده بتحطوا نقطه حمراء صح؟ This is a sticker. Yeah. ده ستيكر. اوكي. طب والنقطه الحمراء دي بتتحط للمتجوزه؟ لا، ده حمراء is like old fashion. دي دي موضه قديمه زي والدتي وجدتي. ولكن دي مجرد موضه يعني اي حد ممكن يستخدمها، حتى الاحمر ده بقى دلوقتي ستيكر يعني. اه خلاص ما بقاش ال لا ترمز لشيء يعني. في بودرة للأحمر من زمان كانوا بيستخدموها، ولكن للأسف في ناس بقى بيجي لها حساسية من البودرة دي، فبيجيبوا ستيكر بيحطوه مكانها أفضل يعني. نعم. حاجة عملية يعني. بالظبط كده. طب والساري الجميل دوت بتقيموه على أساس إيه؟ يعني هل في أسعار بقى مختلفة في الشكل؟ أنت قلتي ده كان بتاع جوازك، فده واضح إن ده حاجة غالية، كمان الشغل اللي فيه ما شاء الله في منتهى الجمال. في بقى منه كاجوال، في منه حاجات بتكون أرخص وكاجوال أكتر؟ نعم أيوه، في حاجات كاجوال للسن المراهقة، في حاجات بتتعمل من الحرير، وفي من القطن. هي الحقيقة الخامة بتحدد الفئة العمرية اللي بتستخدمها. أنا مبسوطة أوي إني قاعدة معاكي بصراحة، معلش أنا مش يعني بحاول أسألك بس قاعدة مبسوطة مستمتعة مع سوزي. يعني هنخلص الحلقة وأخدها على جنب بقى ونقعد نحكي في حاجات كتير. مشكلة، خدوا راحتكم. طب قول لي يا رامي، سودي بتغني هندي وبترقص هندي؟ انا اعرف الهنود يعني كمان صوتهم حلو كلهم. اه لا، صوتها حلو في الهندي. بتغني لك هندي؟ كمان اه لا، صوتها حلو في الهندي، وكمان هي اصلا كانت يعني كانت بتدرس رقص اللي هو الرقص التراديشنال الهندي. في رقص تراديشنال هندي كده هي بترقصه، كانت بترقصه هناك يعني، بس الرقص اللي هو ايه؟ كلاسيكي شويه. وكلاسيك جدا كمان. فبناء عليه لا، هي اوريدي اللي هو زي ما I thought like this not like this. Can you do the flower one? Can you do the flower like this حركه الورده. Yes, yes. انت تقريبا عملتيها، تقريبا عملتيها. هايل. قلبت هنديه، قلبت هنديه.